له ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات والأرض ملك له، فهو وحده المالك، وما سواه مملوك، وتقديم له يفيد التخصيص، فكل ما في الكون ملك له وحده. فالله عز وجل ملك الملوك ومالك الملك، لا ينازعه في ملكه أحد. قد يملكنا الله في الدنيا شيئا بالوراثة أو الهبة أو الشراء، ولكن ملكه بالخلق والإنشاء. وكل ما نملك في الدنيا إنما هي عارية مستردة، نزول عنها بالموت أو تزول عنا بالخسارة. كان هارون الرشيد من أفضل ملوك الأرض، وكان كثيرا ما يبكي من خشية الله. فلما اقترب الأجل أمر أبناءه بأن يحملوه إلى قبره، فلما نظر إلى قبره نظر إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. خلق الله 7 سماوات و7 أراضين. قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ورغم التقدم العلمي وإلى الآن لم نستطع تجاوز السماء الأولى، دعونا نتأمل ونقول: سبحانك ما أعظمك.